بابا اخويا توا ما زلت كي جيت دار نسيبي يا باهين وانتي فين والحب فين الحجام في السري والله نقص من غرامي ألف درجة كان ما نعطيش كلمتين في المسيبة ذي مسيبة بالنسبة ليا وفاتوا بوعودها من جميع النواحي الري 6 فيكتوارات بس الحجام 8 فيكتوارات كنا حكينا على كاليتي العرك وكاليتي العرك هي اللي صنعت فارق في المسيبة ذي الحجام الوجيعة الحجام الكبش اللي ما يفذلكش الحجام الكبش اللي يحط كعبة راه قاصد باش يوجعك وقاصد باش يمسلك الأعصاب وقاصد كان الزم يقتلك الري الري الحاجة اللي عجبتني فيه كبش ما حسبش بالحق الري كبش ما حسبش في حتى دماغ على خاطر الحجام يبعد الري يبعد معاه الري كان قادر يهز كان قادر يقص كان قادر يفلت لكن ليه الحجام بعد الري بعد فما 7 دماغات الاخرانيين شوف التمريح بسم الله ما شاء الله والحتى الكباش روسها واقفة الدماغ يمشي دماغ في دماغ لاشتر دماغ لاشتر قر لاشتر وجه حجام بدل كاليتي العرق كومبليتمو الري بعد كيما يلزم فما حاجات صنعوا فارق تعرفها الكبش خذا ثقة في روحه بالحق كي دخلت المسيبة أول 4 دماغات كان ترجعوا للمسيبة من الأول أول 4 دماغات كباش تضرب في القصير كباش تقيس في بعضها أول 4 دماغات الري خرج قبل الحجام الري خرج قبل الحجام وقت اللي الري خرج قبل الحجام في 4 دماغات هذاكم الكبش خذا ثقة في روحه والكبش بدأ يدخل في الطرح يا أخي بعد كيف كيف الحجام وقت اللي خرج الري قبله وما وجعوش الحجام زاد خذا ثقة في روحه وبعد معاه الحكاية وما صارت انه الري ابعد على خاطر في باله باش ينجم يوجع الحجام والحجام ابعد على خاطر عرف الري ما وجعوش في اول 4 دماغات لعب في المحلول حلت الكباش بسم الله ما شاء الله خرجنا من النظريات ودخلنا في الصحيح الكبش كيحط الكل في الكل والكرايم والعصاب كي تتكلم والشارج القديم والدماغ المخبي والدماغ والكعبة الأخرى هذه الكل كاليتي متاع عرك النجم نحكي عليهم قل لي الري آخر طرح في الزور ومشارجي قل لك كبش عمل مباراة عالمية أما مليح ما تظلموش تعرف كبش مطوب ولا ما هوش طوب الحجام آخر طرح ربح بكعبة نقول لك صاحبي الحجام كبش معاركي يوجع يعرف يربح نجم كبش يعمل 100 دماغ والحجام يعمل 10 دماغات العشرة متاع الحجام يوجعوا أكثر من 100 متاع كبش آخر تعرف عايش على خطر الدماغ يمشي في دماغ مقابل الدماغ يمشي مشرجي الكعبة تمشي معبية الكبش ما يبوسش الكبش ما يمسدش كبش كل كعبة حاتها قصدها باش يوجعك قصد باش يبلانتيك فاصيل على الاخر انه يقتلك فاصيل على الاخر انه يشكلك الري والحجام المسيبة ذي رغم فيها 14 دماغ لكن عجبتني برش عجبتني خاطرك باش مرحت رغم اللي ذي فرني ستندار ما هوش ذريف كان جو فرني ذرف تبعد لبعيد ما نتقلقش اما ستندار قليل وين يبعد وخاطر بسم الله ما شاء الله قد وقد روحوا الكبش كباش ما حسبتش مرحت حدث الكل في الكل الري بسم الله ما شاء الله عليه اول 4 دماغات كانوا عنده الحجام اخذ ثقة في روحه ابعد كبعد الحجام ابعد الري بدينا نشوفه في الخروج خروج مرة عند الري خروج مرة عند الحجام اخر 4 دماغات خدمهم الحجام حاجة واو بسم الله ما شاء الله يمر حلول يخرج لول كبش يقلب في ساقيه ربي يبارك ويزيد الري ما نلوموش نقولوا توجع على بكري على خطر ذي ضرب رزين تاش معناها ضرب رزين راك يبدا ضرب رزين عادي توجعك من كعبة راه ضرب رزين عادي قلت لك بكعبة في ضرب رزين على خاطر ما هوش جاي يلعب معاك ما هوش جاي يفلت بدماغ ويهز بدماغ ويقيس ويسنتر كيف كيف اللي حبيت نقوله على المسيبة ذي مسيبة تستحق انسان يركز معاها رغم قلة دماغاتها المسيبة لو تسمع صوت الدماغ وتك بوف هذيك صاحبي تفهم الكبش شنيا وين ينجم يمشي مبروك على الحجام 9 فيكتوارات كبش قاعد يعمل في مردود جبار الحجام في 2023 بركة مازلنا أول العام يا ربي العمل عليك عامل 2 فيكتوار ربح تورنادو ربح الري كبش قاعد يقدم في مستويات جبارة الحجام 9 تراح نقولها بدون أي حشمة الحجام السعيب كان يتنحى في الغرام الحجام كل مسيبة يسيبها يعني
معارك خير من المسيبة اللي قبلها. الري معذور مشكور على المردود اللي قدمه، كبش عمل 6 طراح في تاريخ البطولة يعطي الصحة، سيب مع الارتيستو، سيب مع زورو ما أدرك من زورو، لكل بداية نهاية. ربي يعوض على مالي الري، مبروك على مالي الحجام، هذا الغرام أبونيفو شنيتي بغرام زمان.